السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو، والملاحظ هو أنه الأرضية تاع الميدان تظهر يعني في أحسن ما يرام، رغم السلسلة تاع الأمطار الأخيرة هذه اللي يعني هطلت بدون انقطاع يعني لمدة طويلة، فإن يعني لو سيستم دو دريناج تاع الأرضية راه يعمل بطريقة جيدة، وحسب التصريحات الأخيرة نتاع الأمين العام لوزارة السكن والعمران فإن الافتتاح الرسمي للملعب سيكون قبل شهر جوان من هذه السنة. إذن هذا هو، نخليكم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.